ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل. الرسل من أولهم إلى آخرهم مضوا في الدعوة إلى هذه الغاية وإرشاد الناس إلى هذا المطلب العظيم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا في الآية السابقة لماذا خلق الله الخلق، وجاءنا الجواب في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا لماذا أرسل الله الرسل وبعثهم، ويأتي الجواب في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهنا ينبغي أن نعلم أن دين الأنبياء واحد، كلهم من أولهم إلى آخرهم عليهم صلوات الله وسلامه دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى التوحيد، بل إن التوحيد هو زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين، وأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم ورسلهم دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ القرآن ودعوات الأنبياء تجد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم التوحيد. وهذا يدلنا على أن التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم والغاية من بعثهم. ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا يدل أيضا على أن حجة الله قائمة ببعثة الرسل، فمن بلغته دعوة المرسلين لا عذر له والحجة عليه قائمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولاحظ هنا فائدة عظيمة جليلة القدر في هذه الآية وفي نظائرها من الآيات الآتية معنا، أن التوحيد لا بد فيه من أمرين، إثبات ونفي، لا بد منهما، لا توحيد إلا بهما، إثبات ونفي، كما هو أيضا في كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. ويجب علينا أن نعلم أنه لا توحيد إلا بالأمرين، فهما أصلان أو ركنان يقوم عليهما التوحيد، الإثبات والنفي. الإثبات في قوله لا إله، الإثبات في الآية في قوله اعبدوا الله، والنفي في قوله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. إذن لا توحيد إلا بنفي وإثبات. ولاحظوا معي أيها الإخوة ملاحظة مهمة بل فائدة عظيمة، لو وجد من شخص إثبات بلا نفي، يقول أنا أثبت لله الربوبية وأثبت لله الأسماء والصفات وأعبد الله ولكن لا أنفي هذا عن غيره، هذا ما اسمه إثبات، ما اسم من يقول أن طريقة هذه هي، يقول أنا أثبت ولكنني لا أنفي، الأنفي النفي لا 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 ألتزمه ولا أقوم به، هذا مشرك. المشرك هو المشرك يعبد الله، يقوم بعبادات يتقرب بها إلى الله، يأتي منه أذكار، يأتي منه حج، يأتي منه دعاء، يأتي منهم عبادات، لكنهم لا ينفون العبادة عن غير الله. فإذا من أثبت ولم ينفي مشرك، ومن نفى ولم يثبت ملحد، الذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى خصائصه وكمالاته وأسماءه هذا إلحاد. فإذا الإثبات بدون نفي شرك، والنفي بدون إثبات إلحاد، ولا يكون التوحيد إلا بالإثبات والنفي. نثبت لله سبحانه وتعالى خصائصه وننفيها عمن سواه، نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وننفيها عمن سواه، لا يكون التوحيد إلا بمجموع هذين الأمرين، ولا يكون الإنسان عبدا لله موحدا لله قائما بالدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله إلا بالأمرين معا، اعبدوا الله.
واجتنبوا الطاغوت.